كاريت فاهم يفرحون بجائزة كرشك مترا وحنها مدير مكتب بزراعة جهده ورغبته في الزراعة. الحمد لله هو مزارع مثالي أين بيته كيف أراه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ماذا تقرأ يا بنية؟ أقرأ جريدة اليومية. شوف هذا الخبر. صح صح. أنت تعرف أين بيته ومزرعته؟ لما يا بنية؟ للمقابلة عن الزراعة. أنا ذلك المزارع؟ صحيح. مبروك مبروك. أريد أن أزور مزرعتك المشهورة. نعم تعال نروه. شوف يا بنية هذه مزرعتي. أهنئ جهودك ورغبتك العظيمة في الزراعة. في هذه المزرعة زراعة متنوعة. ماذا تريد بهذه الزيارة؟ سيدي أنا دارس في الصف السادس لي مشروع عن الزراعة. نعم سل أنا أبينك. سيدي ماذا تفعل أولا في المزرعة قبل الزراعة؟ أولا أهرس مزرعتي جيدا ثم أزرعه. متى تستخدم الأسمدة؟ بنية أستخدم الأسمدة بعد الأسابيع. أسمدة الكيماوية أسمدة الطبيعية؟ بنية أسمدة الطبيعية جيدة جدا. أسمدة الكيماوية مضر لصحتنا. صح صح هذا سر زراعتك. هذا منظر جذاب. ماذا؟ ما فهمت. في هذه المزرعة زراعة متنوعة ولكن كلها مع الترتيب. الخضروات في جهة والفواكه في جهة أخرى وأشياء الموجبة الطابقة في مكان آخر. نعم يا بنية فضل نرو للمزرعة الخضروات. كيف المزرعة يا بنية؟ أحسن أحسن. هاي بامية عدس باذنجان بقل ما اسم خضرة طويل؟ بنية هذا هرش طويل. نعم هذا هرش طويل. سيدي نروح المزرعة أشياء المزرعة الطابقة. أيوة فضل نروح. هاي منظر جذاب منظر جذاب. أنا أكيد أشياء الموز. ما أغلى هذا المنظر. سيدي ماذا في تلك الأكياس؟ بنية هذه أسمدة الطبيعية. نعم اسم هذه الأسمدة؟ بنية هذا رماد وهذا سرجين وهذه مخصبات الورقية. ماذا هنا ريون كبير؟ هذا من هذا القيسي. هذه مؤلفات الدجاج أستعمل في مزرعتي مثل هذه الأسمدة. صح صح سيدي فهمت منك علما كثيرا عن الزراعة والمزرعة. أجيه يوم الآخر إن شاء الله. أروح الآن مع السلامة. نعم يا بنية في أمان الله.